صباح الخير على الجميع. في فيديو جديد النهاردة من قناة اروح فين منين، التومي مابس، معاكم احمد التومي. النهاردة يا جماعة احنا داخل مدينة الاسكندرية، هنشوف بقى هنروح فين منين. هنتحرك زي ما بنتحرك كل يوم من عند منطقة محرم بيه، من عند الموقف الجديد كده، ونبدأ بقى الفيديو مع بعض، نشوف الفيديو هيوصلنا لحد فين. نبدأ اهو مع بعض يا جماعة. احنا لسه الدنيا الساعة دلوقتي 7 ل 10 صباحا، فعشان كده ايه زي ما حضراتكم شايفين ايه الدنيا هادية والجو رايق، حتى السما صافية اهي، يعني فيها شوية سحب بس لونها مزرق وجميل كده. هناخد اول ملف ده يا جماعة زي ما بنعمل كل مرة. الموقف الجديد طبعا قدام شوية على اليمين، في فيديوهات كتيرة الموقف بيبقى طالع فيها. ناخد اول يمين ده وايه وبنرجع. لما تاخد اول يمين وترجع خليك ايه، خليك في نص الشارع، لان في اخر على الجانب الايسر الارض بارزة لفوق تمام، فالعربية هتطلع تهبد وتنزل منك ايه مرتين. في بنزين التعاون اهي على ايدينا اليمين، فيها 92 وفيها 80، وهيقابلنا كوبري محرم بيه اهو في وشنا. اللي هياخد يمين من جنب الكوبري هيروح على كارفور سيتي سنتر واسكندريه الصحراوي، وممكن يمسك الدولي الساحلي برضه من هناك والطريق الدائري. واللي هيطلع الكوبري معانا وهيكمل طوالي فوق الكوبري هيروح على سموحه والقاهره الزراعي وابيس والمناطق دي كلها. في نص الكوبري يا جماعه في مخرج ايه، مخرج شمالي. اللي هينزل المخرج ده هيروح على كوبري قناه السويس وعلى طريق المحموديه وعلى شارع بوير والكورنيش. احنا هننزل المنزل ده خدنا اهو الشمال وايه ونازلين. اول ما هتنزل من على كوبري محرم بيه هيقابلك مفترق طرق، على الشمال طلعت كوبري اللي هو كوبري قناة السويس، وعلى اليمين يمين من جنب الكوبري. اللي هياخد يمين من جنب الكوبري هيروح على محور محمودية تمام، ويروح على مناطق سموحة بقى، الحضرة، الوكالة، ابو سليمان، العوايد، كل ايه الاماكن دي. اللي هيطلع معانا الكوبري قناة السويس هيروح على وابور المية وشارع ابو قير والكورنيش الشاطبي، جامع اسكندرية، المجمع النظري والمجمع الطبي تمام، وكل ايه كل الاماكن ايه الاماكن سالفة الذكر دي. كوبري قناة السويس في العموم ايه تحاول تخليك يا في الجانب الايسر يا في المنتصف، لان اليمين النازلة بتاعت الكوبري المضعضعة بسبب الاسفلت ايه، الاسفلت طري ومع العربيات التقيلة والحاجات دي مبوظة الاسفلت.
مجرد ما بتنزل من على كوبري قناة السويس هيبقى في شارع على يمينك ده يدخلك على بيت الصعيدي، بس هو اغلب العربيات بتبقى طالعة، فيفضل ايه لو عايز تخش تخش، ومعلوش ممنوع الدخول، بس هو يفضل انك تخش من اللي بعده، بيبقى ايه اريح شوية في الدخول. وده طريق قناة السويس في لادار. دلوقتي هتلاقي كوبري مشاة قاطع السكة بالعرض، في لادار لازق في كوبري المشاة الناحية دي والناحية التانية، من اللي هي اللي بتصور كل شنكات. شارع قناة السويس يا جماعة يعتبر المدخل الرئيسي لمحافظة اسكندرية. اهو الادارة اهو على اليمين اهو. هيقابلنا مفترق طرق يا جماعة، اقصى اليسار يوديك على شارع ابو قير والكورنيش، واقصى اليمين ميدان زويل وطريق الحرية واستاذ اسكندرية. فهنعمل حاجة جديدة النهاردة، ناخد اليمين. اليمين ده احنا كنا خدناه قبل كده، وجينا عند الاشارة اللي في الوش دي وخدنا يمين تاني، ودانا على فين؟ على ميدان احمد زويل او ميدان بابور المية، اللي هو بابور ايه، وبابور المياه. تمام، احنا اهو دخلنا ايه، دخلنا اقصى اليمين اهو من قناة السويس. تمام، بس مش هناخد بقى ايه، مش هناخد المرة دي اليمين بقى عشان يدخلنا عند بابور المية، لا هوريك ممكن توصل ازاي لميدان احمد زويل او ميدان بابور المية من مكان تاني. تمام، ادي الاشارة فتحت اهو، وادينا ايه بنعدي، ايه بنعدي الاشارة، تقطع الاشارة طوالي. الحتة دي زمان ما كانتش مفتوحة، لسه مستحدثة. السور اللي على يميننا ده سور النادي الاولمبي، يعني انت ممكن وانت طالع طريق الحرية بدل ما تطلع من الطلعة التانية اللي هي كنت تاخد اقصى الشمال وتنزل كورنيش وحرية، هيبقى حرية على يمين وكورنيش على اليسار، لا تخش الدخلة اللي احنا ايه اللي احنا دخلناها دي، تطلعك برضو على شارع ابو قير اللي هو طريق الحرية. وادي بوابات، بوابة خلفية للنادي الاولمبي المصري اللي على اليمين دي. والحتة هنا طبعا بعد الدور بتبقى متروسة عربيات راكنة تابعة للنادي، الاعضاء اللي في النادي بيبقوا جايبين راكنين عربياتهم هنا، ما تلاقيش خرم ابره ايه تقف فيه بعد الظهر. وهنا بتتقابل مع العربيات اللي خدت الجنب التاني وطلعت، بس الفرق هنا ايه، ان هنا في اشاره الجنب الناحيه التانيه ما فيش اشاره، يعني في الاشاره اللي احنا وقفنا فيها، انما الاخر ما فيهوش ايه، ما فيهوش اشاره. تمام، وادي بنطلع هنا على طريق ايه، على طريق الحريه. تخش تاني على ميدان زويل، ممكن ايه، ممكن من الشارع اللي على يمنا ده اللي على ناصيته واسم باب شرقي يدخلك برضو على ميدان ايه، على ميدان احمد زويل. تمام، فادي ايه، ادي تاني داخله ايه لميدان احمد زويل او ميدان وابور المياه. ناخد مع بعض الدخله الاخيره او الدخله النهائيه، او مش النهائيه، الدخلة التالتة. يبقى كده انت عندك تلات دخلات يوصلوا بمدان احمد زويل، مفيش بقى ايه، مفيش رابع. يعني ايه، يعني كده احنا نعتبر بنستعرض ايه، بنستعرض التلات مفارق اللي موجودين داخل الميدان، اللي هم هنشوفهم باذن الله لما نوصل ايه، لما نوصل الميدان. هناخد اول شارع يمين جاي، احنا ما صرفناش اي شوارع يا جماعه من بعد الشارع اللي كان على ناصيته واسم باب شرق، ما صرفناش اي شوارع. ده اول شارع يمين بعد ايه، بعد اسم باب شرق، ودي مقابر المناره على موتانا وموتى المسلمين رحمه الله الفاتحه ليهم. والدتي موجوده هنا عليها رحمه الله، وعلى موتانا جميعا رحمه الله. وادي ايه، ادي ده الشارع بتاع المنارة، البوابة الاولانية دي اللي عدت دي، هما ثلاث بوابات.
واللي على يميننا دي مقابر، بس مقابر اثريه مش فاكر كانت بتاعت ايه، هبقى اعرف لكم كانت بتاعت ايه واقول لكم. وشركه الميه، وادي البوابه الثانيه، وفي بوابه الاخيره ايه على اليسار في اخر الشارع، وفي مسجد في وش البوابه الثالثه، في الاغلب بيصلوا الجنازات فيه والحاجات دي في المسجد ده. احنا وصلنا اهو يا جماعه، ده الشارع بتاع بابور المياه، شارع بابور الميه باللغه العاميه. تمام، هناخد منه ايه، هناخد منه يمين كده، هينزلنا على ايه، على يميننا بيت يارد حمزه وسوبر ماركت، بعد كده هنلاقي اسواق فتح الله اللي هي جمله ماركت اهي على اليمين. تمام، الشارع ده يا جماعه هينزلنا على فين؟ هينزلنا على ميدان احمد زويل. ايه تاني؟ بحيث نبقى ايه، نبقى استعرضنا مع حضراتكم كل الطرق اللي توصل ايه، اللي توصل بالميدان. كازيون اهو على اليمين برضو، بعد كده صيدليه الدكتور عمرو عشره، بعد كده في مدرسه اهي على شمالنا، ولا كنيسه دي على ما اظن ان هي مدرسه على ما اعتقد كده، مدرسه وملحق بيها هتلاقي كنيسه صغيره، فرع من الفروع الاكاديميه على اليمين، جامعه الدول العربيه، الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. وادي يا جماعه هو وصلنا ايه، وصلنا لميدان احمد زويل عن طريق الشارع بتاع المناره وشارع ايه، وشارع بابور الميه. تمام، وادي بابور الميه اهو على ايدينا ايه، على ايدينا اليمين اهو، ماشي. وادي ايه، ادي المفرح، احنا قلنا هما ثلاث مداخل لميدان احمد زويل، ادي المدخل الثاني اهو، ده اللي احنا عدينا عليه واحنا ماشيين فين، واحنا ماشيين على طريق الحريه اللي هي ايه، اللي كان على ناصيته ايه، على ناصيته اسم شرطه باب شرق. انا هو الشارع صغير، فانا عشان كده قلت ايه، قلت اخش اوريه لكم. ادي ايه، ادي اهو اسم شرطه باب شرق، احنا كنا معديين ايه، معديين من هنا اهو، نعمل يوتيرن ونرجع تاني. بحيث انت لو كنت على شارع ابو قير وخدت يمين من جنب اسم شرطه باب شرق هتخش ايه، وادي الهيئه العامه للطرق والكباري، منطقه غرب الدلتا على شمالنا كانت. ادي بقى كده ايه، ده المدخل الثاني لميدان احمد زويل او بابور الميه. تمام، وهيقابلنا دلوقتي اهو، ادي المدخل الثالث بقى اهو يا جماعه، ده ايه، ده المدخل الثالث اهو، ده اللي احنا في الاشاره اللي احنا قطعناها، وادي البوابه الرئيسيه بتاعت النادي الاولمبي، بوابه خمسه. وفي بقى ايه عده انشطه تجاريه فاتحه ايه، فاتحه بعد البوابه، هم قافلين طبعا دلوقتي كلهم زي ما حضراتكم شايفين، بس بيبقوا فاتحين بالليل بقى. كافيه اسمه همبقى، على واحد بتاع كاوتش، على صيدليه الاولمبي، على النادي الاولمبي بوابه ثانيه هي مجمع حمامات السباحه. وادي الاشاره اللي احنا ايه، اللي احنا قطعناها يا جماعه. تمام، هي دي الاشاره اللي احنا ايه، اللي احنا قطعناها، كنا جايين من هنا من على الشمال. لو عايز تنزل شارع قناه السويس تاني، تنزل من الشمال اللي انا هعمل منه ايه، اللي انا هعمل منه يوتيرن ده، يعني اهو اليوتيرن ده اللي احنا هنعمله كده اهو، ده ينزلك على شارع قناه السويس تاني. وادي احنا كنا طالعين منين، احنا كنا طالعين من على اليمين من هنا، من الاشاره ايه، من الاشاره دي، بحيث اول ما تطلع منها لو خدت يمين اهو، اعتبر ان احنا ايه، ان احنا طلعنا منها وخدنا اليمين، هتدخلك على ايه، على عبور الميه. كل الشوارع اللي على يميننا بقى سد او منفذه على بعضها، بس لازم ترجع، يعني مفيش حته تسلك منها، يعني الشارع اللي فات واللي قبله والشارع اللي جاي ده تاخده للاخر،
تمام، هتلاقي المزلقان بتاع القطر وايه وسجن الحضره من الناحيه التانيه، لو خدته ايه لو خدته للاخر، فمجبر ان انت تاخد ايه، تاخد شمال وترجع من اي شارع من الشوارع بتاعت اللي في الدوار، تمام، الشوارع اللي هي اللي جايه اللي في الدوار دي مجبر انك ترجع ايه، يا اما برضه نفس القصه لو دخلت من اي، بصوا في شارعين اهو، واحد قبل السي اي بي وواحد بعد السي اي بي، الشارعين برضه دول سد في الاخر، فيهم ايه، فيهم السجن بتاع الحضره، فبرضه نفس الحدوته لو ايه، لو دخلت من اي شارع من الشارعين دول وجبته للاخر هتضطر تاخد يمين وتطلع من الشوارع اللي احنا كنا معديين من جنبها، يا اما تلف وترجع من هنا، ملهمش حلول تانية، يعني ما اي شارع من الشوارع دي ما يطلعكش على منطقة تانية، لا هي الشوارع دي منفذة على بعضها من جوه بس هي كلها سد. نتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، هو كده الفيديو بتاعنا خلص، وصلنا وبور المياه او ميدان احمد زويل، نتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، استاذنكم اللي عجبوا الفيديو يعمل اشتراك في القناه ويدوس لايك، اللي ما عجبوش الفيديو يقول لي في التعليقات ما عجبكش الفيديو ليه، وشكرا لحضراتكم ونشوف حضراتكم على خير قريبا ومع السلامه.